هذا وقد هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو المجيدة. وفي بيان لها قالت الكنيسة إن المصريين ثاروا خلال تلك الثورة لكرامتهم وهويتهم ضد حكم الظلامية والإرهاب، مضيفة أن يقينها يزداد في دأب أجهزة الدولة المصرية على تحسين حياة المواطن وتوفير الكرامة الإنسانية والعيش الكريم لكل أبناء الوطن، اتساقا مع مطالب الشعب التي نادى بها في ثورته.